السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع درس جديد خاص بإنشاءات هندسية 2 صفحة 92. دائما شعار القناة أنجز ثم صحح. شكرا جزيلا لكم على تعليقاتكم الجميلة والرائعة جدا. إذا نبدأ مع التمرين رقم 1. أعيد رسم المركب وشراعه على ورقة ذات تربيعات. إذا هذا الشكل هذا نحاول إعادة رسمه. إذا الشكل يتكون من ماذا؟ من مثلث قائم الزاوية في النقطة اي وشبه منحرف، لاحظوا القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى وهو متساوي الساقين. إذا نبدأ بشبه منحرف مثلا هكذا، إذا نبدأ برسم الشبه منحرف أولا. إذن كما تلاحظون هنا لدينا 6 مربعات، كل مربعين بواحد سنتيمتر، إذن 6 سنتيمتر أو 6 مربعات. إذن 1 2 1 2 3، يعني 6 مربعات. ثم القاعدة الصغرى لدينا فيها 4 مربعات. إذا القاعدة الصغرى 4 مربعات، إذن 1 2 3 4، ثم هو متساوي الساقين. إذن هذا شبه منحرف. ثم النقطة اي، يعني النقطة اي في المنتصف، 3 مربعات 3 مربعات، وهنا النقطة اي. ثم لاحظ 1 2 3 4 5 مربعات، إذن 1 2 3 4 5 مربعات. ثم هنا لدينا اي جي 3 مربعات، إذن اي جي 3 مربعات، وأخيرا الضلع جي كا. إذن هذا هو الشكل أو إعادة الشكل. ثم الآن ب، أكتب إرسالية تمكن زميلا لي لم يحضر الدرس من إعادة رسمهما. إذن وكأنك تكتب رسالة أو إرسالية إلى أحد التلاميذ لإعادة هذا الشكل، هو لم يحضر مثلا إلى الدرس، إذن توجهه لرسم هذا الشكل، إعادة رسم هذا الشكل. إذن كما نلاحظ هو يتكون من مثلث قائم الزاوية وشبه منحرف متساوي الساقين، قاعدة كبرى قاعدة صغرى وساقان متساويتان. إذا مثلا أبدأ معه بأرسم شبه منحرف متساوي الساقين، متساوي الساقين، قاعدته الكبرى 3 سنتيمتر. إذا يضع في القاعدة الكبرى 3 سنتيمتر، 1 2 3، قلنا كل مربعين بواحد سنتيمتر 3 سنتيمتر، وقاعدته الصغرى 2 سنتيمتر، قاعدته الصغرى 1 2 2 سنتيمتر. الآن نريد رسم الشراع، إذا نقول له مثلا أرسم القطعة العمودية على القاعدة الكبرى، إذا هذه هي القاعدة الكبرى، أرسم القطعة العمودية على القاعدة الكبرى والمارة من منتصفها. إذا سيأتي إلى منتصف القاعدة الكبرى، يعني 6 مربعات المنتصف هو 3، ويرسم القطعة العمودية والمارة من منتصفها، وقياسها 0.5 سنتيمتر، 0.5، يعني يضع هنا من هنا إلى هنا نصف سنتيمتر، وسمي طرفها اي، يعني الطرف سميه اي. إذا انتهينا الآن من شبه منحرف. نمر الآن إلى المثلث، نقول له مثلا أرسم مثلثا قائم الزاوية في إي، يعني النقطة إي، أرسم مثلثا قائم الزاوية في إي، بحيث إذا إي كضع فيه 2 سنتيمتر وإي جي ضع فيه سنتيمتر ونصف، وهكذا يكون قد أصبح قادرا على رسم هذا الشكل. ثم الآن نمر إلى السؤال جيم، أرسم المستقيم دي المار من منتصف كاي والعمود عليها. إذا هذه هي كاي،
إذا نرسم دمار من منتصفها، يعني نبحث عن المنتصف ونرسم المستقيم العمودي. إذا هذه هي كاي، بما أنها فيها أربع مربعات، إذا منتصفها هو هذا يعني النصف، ثم العمودي. العمودي إذا إما نستعمل الكوس، هذا الكوس، أو نستعمل الأسطور فقط. إذا بما أننا سنعيد الرسم على ورقة ذات تربيعات، إذا يمكننا الاعتماد على الأسطور. إذا العمودي هو هذا، مار من المنتصف وعمودي، مار من المنتصف وعمودي، ونسميه دي. ثم والمستقيم ال، المار من المنتصف اي جي والعمودي عليها. إذا اي جي منتصفها هو مربع ونصف، يعني هنا هذا هو المنتصف، أو نستعمل المسطرة ونقسم على اثنان، ولكن نعتمد على التربيعات فقط. إذا المنتصف هو مربع ونصف، ثم العمودي. إذا هنا ليس لدينا السطر لكي نعتمد عليه، إذا نستعمل الكوس. إذا لكي نرسم العمودي، إذا لابد من وضع الكوس بشكل مضبوط هكذا، هكذا، ثم نرسم العمودي. إذا هذا هو العمودي. إذا هنا رسمنا العمودي هنا، وهنا رسمنا العمودي على إيجي. الآن دال، أتحقق باستعمال البركار أن النقطة أو تقاطع دي و إل هي مركز الدائرة التي تمر من رؤوس المثلث إيجيكا. إذا النقطة أو تقاطع دي و إل، إذا هذا دي وهذا هذا المستقيم إل، إذا نقطة تقاطعهما هي أو. إذا بواسطة البركار نتأكد من أن أو هي مركز الدائرة التي تمر من رؤوس المثلث إيجيكا. إذا نأخذ البركار نضعه في النقطة O، ثم نقيس المسافة K أو E أو G، نفس الشيء. إذا هذه هي المسافة، إذا نفسها هي E، ثم نفسها هي G. عفوا، إذا نحاول إدارة الورقة فقط. إذا لاحظوا هذه هي الدائرة، إذا فعلا إذا لاحظوا النقطة اي فعلا هي مركز الدائرة، ك الدائرة التي تمر من رؤوس ك اي جي. إذا هنا هذا غير موجود. إذا فعلا النقطة او نتحقق بواسطة البركار. إذا نرسم الدائرة، إذا مرت من جي و اي و ك كما حصل هنا، فالشكل صحيح. إذا تمرين رقم 2، أنشئ ثلاث نقط غير مستقيمية E و D و C. إذا نقط غير مستقيمية معناه أن النقط لا توجد في مستقيم واحد. إذا مثلا نقطة هنا مثلا، ونقطة مثلا هنا، والأخرى مثلا هنا. إذا هذه نقط غير مستقيمية، يعني لا توجد في مستقيم واحد. إذا ماذا نسميها؟ E هو D و C. إذا E و D و C، جيد. الآن B، أرسم المستقيم D الموازي ل E D والمار من C. إذا يوازي E D، نرسم أولا E D، إذا نرسم أو دي. إذا أرسم المستقيم الموازي لأو دي ومار من سي. إذا لكي نرسم الموازي لأو دي والمار من سي، إذا لابد من استعمال الكوس. إذا نرسم مستقيم مساعد هكذا، مساعد فقط، ثم هذا المستقيم المساعد نرسم عليه عمودي آخر هكذا. إذا لاحظوا هنا الكوس و
إذن هذا هو المستقيم الموازي لإه الدوامار من سي. إذن ماذا نسميه؟ نسميه دي. إذن هذا اسمه دي. الآن جيم أنشئ على المستقيم دي نقطتين ام وان بحيث سي ان تساوي سي ان تساوي اه دي. إذن أنشئ على المستقيم دي نقطتين ام وان، يعني هذا المستقيم نضع عليه نقطتين ام وان بحيث سي ام تساوي سي ان تساوي اه دي. إذن نأخذ البركار نقيس المسافة اه دي. لماذا؟ لأن لاحظ هنا اه دي تساوي سي ان تساوي سي ام. إذن المسافة اه دي هي هذه، هذه هي المسافة اه دي بالبركار. إذن أضعها في السي و أضع علامة هنا وعلامة في الجهة الأخرى. إذن العلامة التي حصلت عليها هي هذه وهذه. إذن سي ام مثلا تساوي سي ان تساوي او دي، يعني هذه القطعة او دي تساوي سي ام تساوي سي ام. ثم الآن دال ماذا تمثل النقطة سي بالنسبة للقطعة ام ان؟ إذن لاحظوا ماذا تمثل سي بالنسبة لام ان؟ لدينا إذن هذا بالنسبة ل دال، إذن لدينا سي ام تساوي سي ان. لماذا؟ لأن سي ام تساوي سي ان تساوي او دي، يعني قطعتان متساويتان. إذن لدينا سي ام تساوي سي ان، إذن سي هي منتصف القطعة ام ان. سي هي منتصف قطعة ام ان. ها ما طبيعة الرباعيين سي ام او دي؟ إذن سي ام او دي. إذن بالنسبة لها، إذن طبيعة الرباعي سي ام سي ام او دي، إذن نصله أولا إذن هو يظهر أنه متوازي الأضلاع. بالفعل لاحظوا لدينا او دي، لدينا او دي هذه القطعة تساوي ام سي. إذن هذا الضلع يساوي هذا الضلع، وبما أنهما متوازيان لأن الدي يوازي او دي، ولدينا او دي يوازي ام سي. إذن إذا كان ضلعان متوازيان ومتقايسان فإن الرباعي متوازي الأضلاع. إذن سي ام او دي متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع. سي ان دي او، سي ان دي او نعم نصل الرباعي أولا. إذن سي ان دي او، سي ان دي او أيضا نفس الشيء، او دي تساوي سي ان. لدينا او دي تساوي سي ان، و الضلعان أو المستقيمان حاملي المستقيمين متوازيين. إذن سي ان دي او ايضا متوازي الاضلاع، متوازي الاضلاع. لماذا قلنا؟ لان الخاصيه تقول اذا كان ضلعان متقابلان،
يعني متقايسان ومتوازيان فإن الرباعي متوازي الأضلاع. هذه خاصية. إذن A و B و C ثلاث نقط غير مستقيمية. B و C مثلا A و B ومثلا هنا C مثلا. إذن هذه ثلاث نقط غير مستقيمية. أحدد مركز دائرة التي تمر من A و B و C، يعني نبحث عن مركز دائرة تمر من A ومن B ومن C ثم أرسمها. إذن للبحث عن مركز الدائرة أولا نرسم المثلثات، أو عفوا المثلث، مثلث واحد فقط هو الموجود A B C. إذن للبحث عن المركز نرسم واسط القطعة. ما معنى واسط القطعة أو واسطات المثلث؟ نرسم واسطات المثلث. ما معنى واسطات المثلث؟ الواسط هو الذي يمر من المنتصف، يمر من منتصف مثلا BC يمر من منتصفها وعمودي عليها. إذن أول طريقة نقسم الضلع على اثنين بالمسطرة ونرسم العمودي، ولكن كما تلاحظون هنا مثلا قياس الضلع غير مضبوط، يعني 4.4 يعني لاحظوا 4.3 ملمتر، 4.3 4 سنتيمتر فاصلة 3. إذن يصعب شيئا ما قسمتها على 2، لذلك أحسن طريقة هي نستعمل البيركار. إذن نضع البيركار هنا، المسافة التي نأخذها في البيركار أي مسافة كيفما كانت، مهم غير لا تتجاوز طول الضلع. مثلا هنايا منفوتش منديرش اكثر من بي مثلا هنا، يعني لا اتجاوز الضلع، يعني ديما ندير او استعمل اقل من الضلع. اذا اخذ هذه المسافة، اذا اضع قوس هنا وقوس في الاسفل، قوس في الأسفل، يعني قوس في الأسفل وقوس في الأعلى، يعني أحافظ على هذه المسافة في البيركار وأضعها في الرأس الآخر ثم أضع قوس أيضا في الأعلى وقوس في الأسفل. إذن هكذا كنحصل على قوسين هنا تلاقيا في نقطة واحدة، ونفس الشيء في الأعلى. إذن أصل بين النقطتين فأحصل على واسط القطعة الأول، هو هذا. إذن هذا واسط القطعة بيسي، واسط القطعة بيسي. ثم بنفس الطريقة أرسم واسط القطعة AB. إذن بنفس الطريقة أضع الرأس هنا، يعني دائما أخذ مسافة أقل من الضلع، لاحظوا أقل من الضلع. إذن أضع قوس في الأعلى، قوس في الأعلى وقوس في الأسفل، قوس في الأسفل. ثم من الجهة الأخرى من الرأس الطرف الآخر للضلع أضع قوس في الأعلى وقوس في الأسفل. إذن هنا القوسين التقيا هنا والقوسين التقيا هنا، ثم أصل بينهما. هكذا. إذن بقي الضلع الأخير اللي هو AC، نفس الطريقة. إذن أضع البيركار هنا، أخذ مسافة معينة مثلا هنا. إذن أضع قوس في الأعلى وقوس في الأسفل، ثم بنص حفاظا دائما على نفس المسافة قوس في الأعلى وقوس في الأسفل، ثم نقطة تلاقي القوسين هنا ونقطة تلاقي القوسين هنا.
أرسم واسط القطعة الثالث. إذن كما تلاحظون الواسطات الثلاثة التقوا في نقطة واحدة، إذن ستكون هي مركز الدائرة. إذن وضعت البركار هنا وقست المسافة إلى الرأس B، ستكون هي نفس المسافة إلى C، وستكون نفس المسافة إلى A. إذن هكذا أرسم الدائرة. إذن هذه هي مركز الدائرة. إذن هنا كما كتلاحظوا هنا كاين واحد شوية لهذا، لأن الهاتف هو السبب، يعني يصعب استعمال البركار مع الهاتف، دائما يلمس سطح الهاتف. إذن هنا أنتم هنا ستمر الدائرة من هذا الرأس إذا قمتم بضبط الرسم بشكل جيد. نمر الآن إلى التمرين رقم 4. إذن أنقل الشكل بحيث يكون ABCD معينا و EFGH مستطيلا، و O مركز الدائرة، C مع A منتصف EF و C منتصف HG. إذا لدينا مستطيل، دائرة، ثم معين. إذا نبدأ برسم المستطيل مثلا. القياسات غير موجودة، يعني كيفما كانت القياسات نختار مثلا 8 سنتيمتر. ثم المنتصف هنا. أيضا هنا FG بدون قياس. مثلا 4. هنا أيضا 4. ثم 8 والمنتصف، يعني منتصف الضلع. إذن هنا EFGH ثم A منتصف EF و C منتصف HG، ثم هنا AC. إذن 4 نقسم عليه 2 للبحث على المنتصف. إذن هو O هو مركز الدائرة. حصلنا على O مركز الدائرة. إذن نضع البركار، الشعاع سيكون هو A مثلا. إذن هنا A، نفس الشعاع هو C، ثم نرسم الدائرة. إذن دائرة هي مركزها O وشعاعها O OA. إذن هذه الدائرة. ثم الآن المعين. إذن بما أن نعلم أن قطر المعين غير متقايسين، يعني قطر كبير وقطر صغير، إذن هذا القطر الكبير، القطر الصغير. إذن نختار نفس المسافة، مثلا نختار هذه المسافة، يعني 3 مربعات 3 مربعات، أو 1 سنتيمتر فاصلة 5 1 سنتيمتر فاصلة 5، ثم نصل، لأن ليس لدينا قياسات مضبوطة في الشكل الموجود على الكتاب. إذن بالفعل حصلنا على معين. إذن نتأكد أن الأضلاع متقايسة. إذن هذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا الضلع يساوي هذا الضلع. إذن في الفعل فهو معين. ثم نضع النقطتين D و B، ثم اسم الدائرة C، زوايا قائمة بطبيعة الحال لأنه مستطيل. ثم هنا نفس علامة القياس.
ب أحدد محاور تماثل الشكل وأعلل جوابي. إذن محاور تماثل هذا الشكل، إذن نعلم أنه مكون من مستطيل ودائرة ومعين. إذن محاور تماثل المستطيل هما المحاور المارة من منتصف كل ضلع، يعني تلاقي منتصفي الضلعين وتلاقي منتصفي الضلعين. إذن بالنسبة للمستطيل، إذن للمستطيل محورا تماثل هما تلاقي منتصفات الأضلاع. إذن بالنسبة للمستطيل عندنا محوري تماثل هما منتصف تلاقي المنتصف مع المنتصف والمنتصف مع المنتصف، يعني هذا وهذا على شكل علامة زائد. الآن بالنسبة للمعين أيضا نفس الشيء، لدينا محاور تماثل معين هو القطر، محاور تماثل المعين هو القطر الكبير والقطر الصغير. ما معنى محور تماثل؟ محور تماثل هو الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين. إذا لاحظوا، إذا وضعنا محور تماثل من هنا، إذا هذا الجزء سينطبق على هذا الجزء. أما مثلا إذا وضعنا محور تماثل مثلا هكذا، لاحظوا إذا وضعناه هكذا، إذا عندما نقوم بعملية الطي، إذا هذا الجزء لا يتطابق مع هذا الجزء، يعني محور التماثل هو الطي. خاصني إذا قمت بالطي على محور التماثل يتطابق الشكلان. بالنسبة للمعين قلنا تهو محورا تماثل هما القطران. وللدائرة عدة محاور، عدة محاور تماثل. إذن بالنسبة للدائرة عدة محاور تماثل، يعني وهي الأقطار، يعني جميع الأقطار فهي محاور تماثل للدائرة. يعني الدائرة يمكننا قسمتها من أي جزء نريد، يعني هكذا أي قطر فهو محور تماثل. إذن بالنسبة للدائرة لدينا عدة محاور تماثل. بالنسبة للمعين لدينا القطر الكبير والقطر الصغير فقط. بالنسبة للمستطيل القطر التقاء المنتصفين والتقاء المنتصفين. وبالتالي محاور التماثل المشتركة هي هذا القطر الكبير بالنسبة للمعين والقطر الصغير بالنسبة للمعين. إذن هذا محور التماثل، لاحظوا، إذن هذا الجزء ينطبق على هذا الجزء. إذا قمنا بالطي على محور التماثل هكذا، يعني الطي، إذن هذا الجزء سينطبق على هذا الجزء. ونفس الشيء إذا قمنا بالطي على هذا المحور، إذن هذا الجزء سينطبق. لاحظوا ما يوجد هنا يوجد هنا، يعني سيتطابقان. أما مثلا إذا وضعنا مثلا هكذا، إذن عندما نقوم بالطي، إذن لن تقع على الجي، وبالتالي ليس بمحور تماثل. إذن هذان محور تماثل فقط. إذن كتعليل، لإتمام التعليل نقول، إذن للشكل، إذن للشكل محور تماثل وهما المشتركان بين الأشكال الثلاثة. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 5. إذن باستعمال المنقلة والمسطرة والبركار أنشئ المستطيل ASBF بحيث AS 4 سنتيمتر وAB 5 سنتيمتر. إذن لاحظوا ASBF، إذن نقوم بتخطيط للشكل. إذن المستطيل ASBF إذن سيكون هكذا، مثلا هكذا ASBF ثم AS 4 سنتيمتر. إذن هنا يجب أن أضع 4 سنتيمتر وAB 5 سنتيمتر. لاحظوا AB هو القطر، يجب أن أضع فيه 5
سنتيمتر. إذن للتطبيق، إذن نبدأ بالضلع AS نضع فيه 4 سنتيمتر، إذن هكذا 4 سنتيمتر. نعلم أن المستطيل له زوايا قائمة، إذن نرسم هنا زاوية قائمة وهنا أيضا زاوية قائمة. إذا قمت أنت أو أنت بالرسم على ورقة بيضاء، إذن نضع الكوس هنا، يعني تضعون الكوس لرسم زاوية قائمة، وأيضا نفس الشيء هنا تضعون الكوس لرسم زاوية قائمة. جيد، الآن إذا وضعت AS به 4 سنتيمتر كما طلبوا مني. الآن القطر A بخمسة سنتيمتر، إذا هنا يجب أن أضع 5 سنتيمتر. نعلم أن قطر المستطيل أو قطري المستطيل متقايسان، إذا 5 سنتيمتر والقطر الآخر 5 سنتيمتر. إذا أحسن طريقة هي أضعها بالبيركار، يعني أمسك البيركار ثم أقيس أو أخذ 5 سنتيمتر هكذا، إذن هذه 5 سنتيمتر في البيركار. لاحظوا من 0 إلى 5 سنتيمتر، ثم هذه 5 سنتيمتر إذن أضعها هنا في S وأضع قوس، ثم نفس الشيء في A وأضع قوس. إذن هذه هي النقطة وهذه هي النقطة، ثم أصل بينهما وهكذا أحصل على مستطيل قطراه 5 سنتيمتر. إذا الآن أزيل هذه الأطراف وهكذا هو الرسم. إذا نتأكد فقط، إذا لاحظوا 5 سنتيمتر. إذا AS ما اسمه؟ اسمه ASBF. إذا ASBF، إذا هذه طريقة الإنشاء، إذا بالنسبة للقطر 5 سنتيمتر. الآن الأمر إلى التمرين رقم 6. أرسم المستقيم F المار من منتصف AB والعمودي عليها، والمستقيم E المار من منتصف AC والعمودي عليها. أتحقق أن النقطة E تقاطع المستقيمين F و E، هي مركز الدائرة المارة من النقط A و B و C. إذن هنا أرسم المستقيم F المار من منتصف AB والعمودي عليها. إذا AB هي هذه، منتصفها إذا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا المنتصف هو 4 مربعات، يعني هنا إذا مار من المنتصف من هنا وعمودي عليها. إذا إما أستعمل الأسطر في هذه الحالة وإما أستعمل الكوس هكذا، يعني الكوس وأرسم العمودي. إذا هنا لدينا التربيعات، إذا نعتمد على التربيعات فقط. إذا نرسم العمودي والمار من إذا هو هذا، إذا هذا نسميه F F، ثم المستقيم E المار من منتصف AC والعمودي عليها. إذا AC هي هذه 1 2 3 4 5 6، المنتصف هو هذا والعمودي هو المار من المنتصف أو مار من المنتصف وعمودي عليه. إذا هكذا، إذا هذا أسميه E. أتحقق أن النقطة E تقاطع المستقيمين F و E، إذا هذا F وهذا E يتقاطعان في هذه النقطة، إذا نسميها E. إذا أتحقق أن E يعني نقطة تقاطع E و F هي مركز الدائرة المارة من النقط A و B و C. إذا بنفس الطريقة كلما سمعت دائرة أستعمل البيركار، إذا أضعها في هذه النقطة E وأتحقق أنها فعلا تمر من C. إذا لاحظوا تمر من C، لاحظوا وتمر من A وتمر من
ب إذا الجواب صحيح. يعني دائما إشكالية في رسم الدوائر مع الهاتف. إذا أعتذر. إذا بالفعل النقطة إي تحققت أن إي هي مركز دائرة المارة من جميع الرؤوس أ و بي و سي. ثم الآن الأخير جوبسيرفي جو روبرودوي لي فيغور 1 و 2 كونستويت ا بارتيغ دان كاري دو كوتي 6 سنتيمتر. دونك عندنا هنا أن كاري مربع، غنعاود سنعيد نقل هذه أو هذين الشكلين. إذا بالنسبة لي المربع أن كاري دو كوتي 6 سنتيمتر، يعني خصنا نديرو في الضلع 6 سنتيمتر. إذا نضع مربع، إذا به 6 سنتيمتر. إذا هكذا مثلا، إذا من 0 إلى 6، ثم الضلع الموالي من 0 إلى 6، ثم الضلع الموالي من 0 إلى 6، ثم الضلع الأخير من 0 إلى 6. ثم كي أرسم هذا الشكل، إذا أستعمل البركار. إذا لاحظوا أن هذا الربع القرص شعاعه هو الضلع، يعني نقص هذه المسافة، مفهوم؟ جيد. إذا بنفس الطريقة نضع البركار هنا، نأخذ هذا الشعاع، لاحظوا هذا الشعاع، ثم نرسم ربع قوس. هكذا. يعني لم أضبط الشكل بشكل جيد. إذا نضع البركار في الرأس، ثم نأخذ هذه المسافة، إذا نفسها هي هذه. وأرسم ربع قوس. ثم بالنسبة لي الشكل الثاني، إذا أقسم، إذا هذا النصف دائرة، هذه النصف دائرة، إذا شعاعها هو أو عفوا مركزها هو منتصف الضلع. إذا نأخذ الضلع نقسمه على 2، إذا 1 2 3 4، أو نحن قمنا بستة سنتيمتر، إذا المنتصف هو 3 سنتيمتر، يعني هنا. إذا هذا هو المنتصف. إذا نأخذ البركار ثم نضعه في المركز، ونأخذ الشعاع إلى الرأس هكذا، الشعاع إلى الرأس، ثم نرسم نصف. هكذا. ثم نلون يعني هذا الجزء باللون الأزرق. ثم الشكل رقم 2، إذا نفس الشيء، مربع به 6 سنتيمتر، إذا نرسم مربع به 6 سنتيمتر. إذا بنفس الطريقة 6 سنتيمتر.
متر، ثم 6 سنتيمتر، ثم 6 سنتيمتر، وأخيرا 6 سنتيمتر. إذن بنفس الطريقة، إذن لاحظوا، إذن مثلا للحصول على هذا النصف دائرة، إذن دائما ننطلق من المنتصف، يعني من منتصف الضلع. إذن نقسم جميع الأضلاع إلى المنتصفات، إذن بمعنى نقسم كل ضلع إلى أو نبحث عن منتصف كل ضلع. إذن هنا لدينا المنتصف وهذا 3، ثم المنتصف بمعنى الضلع ب 6 سنتيمتر، إذا المنتصف هو 3، وهنا أيضا 3، وهنا أيضا 3. ثم الآن لاحظوا، إذا هنا يعني هنا 3 سنتيمتر، إذا سيكون الشعاع هو 1.5، يعني 3 سنتيمتر نقسمها على 2، 3 سنتيمتر كقطر نقسمه على 2 يعطينا 1.5 هو كشعاع. إذا الشعاع يجب أن يكون فيه 1.5. إذا نقسم، إذا نستعمل لون آخر، إذا هذا نقسمه على نصفين هكذا، ثم هذا نفس الشيء إلى نصفين للبحث عن الشعاع. ثم نفس الشيء هنا نبحث عن الشعاع، يعني نقسم الضلع على 2 بنفس الطريقة هنا أيضا. ثم هنا أيضا نفس الشيء، إذن هنا النصف وهنا النصف، هنا أيضا النصف وهنا أيضا النصف، إذن 3 سنتيمتر نقسم على 2 لتعطينا الشعاع. الآن نضع البركار، إذا لاحظوا هنا، إذا وضعنا البركار هنا سنرسم نصف دائرة ونصف دائرة. إذا هذا هو المركز، ثم هذا هو الشعاع، إذا دائرة هنا، دائرة هنا، دائرة هنا، ودائرة خارجية من هنا. إذا كما قلنا نضع المركز هنا، نقيس الشعاع، إذن هذا هو الشعاع، ثم نرسم دائرة خارجية بنفس الطريقة أيضا. إذا لاحظوا هنا، إذا هنا دائرة، عفوا، إذا هنا دائرة خارجية، بمعنى أضع هنا وأرسم دائرة خارجية خارج المربع هكذا، ثم في المركز الموالي دائرة داخلية هكذا بنفس الطريقة. هنا دائرة خارجية إذن هنا دائرة خارجية، وهنا دائرة داخلية، ثم هنا دائرة خارجية في الأعلى، عفوا،
إذن هكذا، ثم هنا دائرة داخلية. إذن هكذا حصلت على الشكل، ثم أقوم بتلوينه. إذن إلى هنا انتهت من صفحة 92. لا تنسوا لايك للفيديو، شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.